يوم بعد آخر يزداد عدد المتظاهرين المطالبين ببعض الخدمات التي تفتقر إليها مدنهم وقراهم وقصباتهم والقضاء على الفساد. كل هذا وأكثر دفع أهالي قرية أولاد مسلم إحدى قرى محافظة بابل التي تعاني الإهمال والتهميش من قبل الحكومة المحلية الانضمام إلى المتظاهرين. احنا هسه حاليا من 2003 الفلوس اللي بيها مليارات، بس ما جاي يستثمرونها بصوره صحيحه، لان ما نعرف وين ما وين هسه هاي الفلوس لا تصير زين. واي واحد يجي من هذا امام تجي من العرب والاجانب وهذا يقول ما شفنا شيء بالامام صار زين. الزاير متبهذل، مي ماكو، خدمات ماكو، صحيات ماكو، زوار اهالي المسايب يدرون يجون يتبهذلون، نقطتين مطر تبلل الشارع كله. الاهالي قالوا انهم ومنذ سنوات يعانون، حتى انهم يعتمدون على تبرعات الاهالي لتعمير مرقد الامام مسلم بن عقيل. أهالي تتبرع بتعمير المرقد وهم نتحداهم المزارات اذا دقوا طابوقه من فلوس الإمام حتى تعيينات المزارات بالواسطات وبالعلاقات عن طريق الأحزاب وعن طريق العلاقات بالأمانة. احنا طلعنا من الضيم من النفايات من الأنقاض وهاج قدامك خدمات ماكو صفر، زين دائر مدار المام الأنقاض وأمراض وأوبئة زين. اي وش ما مستهدفين اي شخص احنا، بس اللي طلعنا الضيم مالنا. مشكلات لا حصر لها تعاني منها تلك القرية، الأمر الذي جعل الأهالي يتساءلون أين تذهب الأموال التي يتبرع بها الزوار لإعمار المرقد والمنطقة بأكملها.